السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب بعد الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. برين فينتريكلز. إيه البرين فينتريكلز دي يا جماعة؟ دي كافيتيز موجودة في البرين، مليانة بسي اس اف. الكابسس ده هي عبارة عن ايه؟ انت عندك كم سيريبرال هيمسفير؟ سيريبرال هيمسفير على الناحية الشمال، وفي اختها على الناحية اليمين. في كل سيريبرال هيمسفير يا جماعة في كافيتي اهو. الكافيتي ده وضعه ايه بالنسبة للميدل لاين؟ لاترال للميدل لاين، عشان كده هو بيقولوا عليه lateral ventricle. واللاترال ventricle ده عبارة عن الكافيتي اللي موجود في السيريبرال هيمسفير. انت عندك كده هون بقى كام lateral ventricle؟ واحد في الهيمسفيريكال، في الهيمسفير اليمين، في السيريبرال هيمسفير اليمين، واحد في السيريبرال هيمسفير الشمال، يبقى دول اتنين lateral ventricle. بقى كمان في عندي الventricle الاخضر ده يا جماعة، ده ما بين الصلمس اليمين والصلمس الشمال. الفنتريكل ده وان بيقولوا عليه سيرد فنتريكل، باعتبار ان انت في عندك اتنين لاترال في السيريبرال هيمسفير، اللي بقى ما بين التو صلماي دول ده السيرد فنتريكل. بقى كمان في عندنا برضو الفنتريكل ده وان اللي ما بين السيريبيلم من ورا والبونز والابر بارت اوف ذا ميدالا من قدام. الفنتريكل ده يبقى نمره كام؟ يبقى الفورس فنتريكل. فانت عندك اربعه فنتريكل، اتنين في السيريبرال هيمسفير، واحد في الميدل لاين ما بين التو سلاماي، وواحد هنا هون ما بين السيريبيلم اللي ورا ده والبونز والابر بارت اوف ذا ميدالا، اسمه الفورس فنتريكل. خلينا في اللاترال فنتريكل. اللاترال فنتريكل ده اتفقنا الكافيتي اوف السيريبرال هيمسفير، وفي عندك واحد يمين وواحد شمال. الواحد اليمين والواحد الشمال دول كونكتد مع السيرد فنتريكل بالفتحه ده، هي فتحه ما بين الفنتريكلز. زي ما انتم عارفين اي حاجه ما بين بيتقال عليها انتر، والفتحه دي اللي ما بين اللاترال فنتريكلز والسند والسيرد فنتريكل بيتقال عليها انتر فنتريكولار فورامين. يا ترى اللاترال فنتريكل ده شكله ايه؟ شكله هو عامل زي الهلال، كريسنتك ان شيب. كريسنتك ان شيب له جزء هنا متوسط اسمه البادي، وليه 3 هورنز. هورن يعني قرن. فاتوصف هون ده له جزء متوسط اسمه البادي، وله 3 بروجيكشنز 3 هورنز. واحد قدام اسمه انتيرور هورن، عكسه اللي ورا ده وان اسمه بوستيرور هورن، وواحد هنا هو تحت اسمه الانفيرور هورن. الانتيرور هورن ده وان ممتد فين؟ الجزء اللي قدام الانتر فنتريكولار فورامين، وبيمتد في الفرونتال لوب اوف ذا سيريبرال هيمسفير. بينما البوستير هورن ده بيمتد في الجزء اللي ورا ده من السيريبرال هيمسفير اللي اسمه اوكسيبيتال لوب. طب الانفيرور هورن اللي تحت ده الجزء الانفيرور من السيريبرال هيمسفير، اسمه ايه الجزء الانفيرور ده؟ اسمه تيمبورال لوب. نبص نلاقي الانتيرور هورن ده البارت اللي هو in front of the interventricular foramen extending forward into the frontal loop. البادي ده بقى الجزء اللي ما بين الانترفنتريكولار فورامن
لحد السبلينيوم اوف كورباس كالوزم. ايه السبلينيوم اوف كورباس كالوزم ده يا جماعه؟ ده ما يبانش الا اذا عملت ساجيتال سيكشن في البرين عشان افصل السيريبرال هيمسفير اليمين عن السيريبرال هيمسفير الشمال. يبان لك في الساجيتال سيكشن الحته الحلوه البيضه دي. ايه دي يا جماعه؟ عباره عن نير فايبرز ماشيه ما بين السيريبرال هيمسفير اليمين والسيريبرال هيمسفير الشمال، وعمرها ما هتبان لي كده الا لما اعمل ساجيتال سيكشن اهو زي ده في البرين، وابص الاقي الجزء ده اللي اسمه الكوربس كالوزم. الكوربس كالوزم ده بيترسم بيتوصف ان ليه روسترم جينو بادي والجزء الخلفي ده اسمه سبلينيوم اوف كورباس كالوزم. انا ليه عايز اعرف السبلينيوم اوف كورباس كالوزم ده؟ لان البادي من البادي ده اوف ذا لاترال فينتريكل بيمتد هو من الانتر فينتريكولار فورامين لحد السبلينيوم اوف كورباس كالوزم. اتفقنا بقى البوستير هورن ده بيمتد ورا في الاوكسيبيتال لوب، والانفير هورن ده بيمتد تحت نوان في التمبورال لوب. فده الجزء اللي اسمه اللاترال فينتريكل. نيجي للفينتريكل الثالث الاخضر ده اللي اتفقنا اللي اسمه سيرد فينتريكل، وده مكانه فين؟ ما بين الاثنين صلماي، في صلمس يمين وصلمس شمال، وده الكافيتي اللي ما بينها. بص كده في السيجيتال سيكشن اللي احنا كنا عاملينه دون اللي باين لي فيه الكوربس كالوزم والسبلينيوم بتاع اللي ورا ده، الحته دي يا جماعه هي دي اللي اسمها السلمس، والسلمس ده ما بين السلمس اليمين والشمال في سليت لايك كده هون، شق كده هون، اللي اسمه السيرد فينتريكل. ده متصل بايه؟ متصل اتفقنا السيرد فينتريكل ده اللي على اليمين وعلى الشمال اهو، متصل باللاترال فينتريكل عن طريق الانتر فينتريكولار فورامين. طب من ورا متصل بايه؟ متصل بالقناه دي يا جماعه اللي نازله في الجزء ده من البرين. طبعا احنا عارفين هنا دي المنطقه اللي اسمها البرين ستيم، بتتكون المنطقة دي من ميد برين وبونز وميدالا. السيرد فينتريكل ده متصل بالقناة اللي ماشية في الميد برين، بيتقال عليها سيريبرال اكويدكت، سيريبرال اكويدكت اوف ذا ميد برين، cerebral aqueduct of the midbrain أو aqueduct of the midbrain. طبعا ال aqueduct of the midbrain ده بقى بيوصل لك ال CSF لمين؟ لل force ventricle. ال force ventricle ده اللي محطوط ما بين مين ومين؟ ما بين cerebellum ورا posteriorly وال posterior surface of bones and the upper part of medulla anteriorly. الشيب بتاعه حسب انت باصص عليه في ساجيتال سيكشن كده من الجنب ولا بص عليه من ورا. لو باصص في الساجيتال سيكشن بتاعنا ده في البرين هتبص تلاقي انه شكله خيمه خيمه تنت ان شيب. ده سقف الخيمه اهو، السيريبيلم والفلور بتاع الخيمه الارضيه اهي اللي هي البوستير سيرفيس اوف ذا بونز والبوستير سيرفيس اوف ذا ابر بارت اوف ذا ميدالا. بس على فكره لو انت بتبص عليه من ورا بعد ما تشيل السيريبيلم هتلاقي شكله كده هو. ده بقى البرين كامل ما قطعتش فيه،
وجيت شلت نص السيريبيلم والنص التاني زيحه، يطلع لك شكل اهو الفورس فينتريكل دايموند ان شيب بأربع أضلاع وأربع زوايا. وطبعا ده السيربيلم من ورا، وده البوستيرو سيرفيس اوف ذا بونز، والأبر بارت اوف ذا ميدالا. نبص نلاقي المنظر ده برضو جميل أوي للفورس فينتريكل، والمنظر ده هو برضو في ساجيتال سيكشن، باين لك بقى التنت بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها اللي ليها روف السيريبيلم وريليتد ستراكشر ده وان بوستيرلي، وبعدين انتيرلي الانتيرور سيرف البوستيرور سيرفيس اوف ذا بونز اند ابر بارت اوف ذا مدره، دي الفلور اللي هي الارضيه بتاعت الايه الخيمه بتاعتها. نبص نلاقي المنظر ده بقى يبين لك واحنا شايفين الفورس فينتريكل من ورا، ومبين لك الاربعه بوردرز والاربعه انجلز، الانجلز واحده فوق واحده تحت واتنين لاترال انجلز. الفورس فينتريكل ده متصل بايه؟ عند الابر انجل بتاعه متصلين فوق بالاكويدكت اوف ذا ميد برين اللي بتوصلك بمين؟ بالفورس فينتريكل، سوري بالسيرد فينتريكل. اهو ده الفورس فينتريكل فوق متصل بالاكويدكت اوف ذا ميد برين، توصلك بالسيرد فينتريكل. طب من تحت هيكون متصل بمين؟ هيكون متصل بالسنترال كانال. سنترال كانال ماشية في المظلة ونازلة بعد كده عشان تبقى كونتينوس مع السنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. يا ترى ال فنتريكلز دي بقى بعد ما عرفناها الفنتريكل ده، قبل ما نسيبها عايزين بس نفتكر ان بيتكون فيها الفلويد دون بتاع السي ان اس اللي اسمه سيريبرو سباينال فلويد. كل الفنتريكل لاترال فنتريكل مينلي سيرد فنتريكل وفورس فنتريكل بيكون فيها السي اس اف اللي اختصار سيريبرو سباينال فلويد. قبل ما ناخد بقى السريبرو سباينال فلويد والحاجات دي، عايزين نعرف حاجه اسمها المينينجيز. ايه المينينجيز دي بقى يا جماعه؟ الفيديو هيبقى طويل قوي يا جماعه، فنقف كده هون قبل المينينجيز ونكمل في الفيديو القادم باذن الله.